تحمى الحروف وتتداخل ثم تتراقص في دلال حتى تصطدم بأجمل الأشعار وأرق الأوتار، فتزداد الحروف حيرة فيما تصف كل هذا الجمال، وأزداد أنا عجبا أي الحروف أنتقي كي أشكل لقبا شاملا له. هل ألبسه ثوب الفنان أو هل ألبسه ثوب الإنسان الذي أوصل لرسالة الفن بكل عقيدة وإيمان فأقول فنانا؟ أم أقرأ كلامه حتى يصيبنا إلهام فأقول شاعرا مسحورا؟ أو استمع لمقطوعاته الموسيقية ومغازلته لأوتار العود بأنامل من حرير في حنان فأقول موسيقارا جبارا؟ أم يا ترى أترك كل هذا، أترك كل هذا وذاك وأكتفي باستماع حديثه فأقول فيلسوفا من زمان غير هذا الزمان؟ توصلت أخيرا أنه ليس من بين كل هذه الكلمات ما يشفي غليلي وما يرضيني وما يليق به. قلت أنه لا بد من ابتكار لقب جديد نسعى لإدخاله قاموس اللهجة السودانية. هذا اللقب يكون الشامل لكل هذه الأوصاف: الفنان والإنسان، الشاعر والمثقف والفيلسوف. فكرت وأنا أنتف شعيرات وجدتها بعناء وقلت أن من تتواجد في هذه الصفات نسميه إنسانا كابليا، أي بالسودانية العامة أنت زول كابلي شريف. واليوم بعد 10 سنوات يعود الكابل إلى نفس المكان، إلى سان هوزيه وناس سان هوزيه. عاد إلى سان هوزيه وقد رق قلبه يوما لها فأسماها الحاج يوسف. شكرا أيها الكابل على الحضور وتلبية نداء معجبيك، وقد جاءوك اليوم من كل مكان. ومعجبين الكابري كثر، أما المصابين بداء حب الكابري فهم أكثر، وهذا داء مزمن ولا علاج له. أعراضه الاستماع لكابري ليلا نهارا، وعلاجه مواصلة الاستماع لكابري ليلا نهارا. شكرا أيها العزيز وعزيز القلب غال، شكرا على وفائك بالوعد وما كنت يوما ضنينا بالوعد. علك شعرت بغربتنا وأنت عليم بأن الغربة أقصى نضال، وأن ليلنا صباحنا سؤال، وأن الغربة ما هي إلا سترة حال. ويوم عزمت المجيء تفشى الخبر وذرع وعم القرى والحضر. وأهله بتعرف يا كابلي كيف من يوم يلح الشوق ويسأل ويطرق أشواقنا تسأل، وكيف الشوق بر الخيال. لكن دي ماريدة كمان شديدة كمان جديدة، ويوم ظهرت جئت بنور وزهور وعطور وأمطار حتى استلمت المجال. أيها الكابلي أنت فينا كبير وريدنا لك كثير. القوم لك يا كابلي، القوم لك يا كابلي، القوم لك يا كابلي.